يقول: أريد أن أشتري سيارة، وذلك عن طريق العقد المسمى بالإيجار المنتهي بالتمليك، يقول: وأسأل عن حكمه قبل ذلك. هذا صدر فيه قرار من مدة 10 سنوات بتحريمه، وأنه لا يجوز، قرار موجود الآن مطبوع، لكن هؤلاء ما يريدون أن يتركوا ما هم عليه، والتجار والشركات تريد أن تبيع فقط وتستغلهم لصالحها هي، ولا سالة عنهم. ما يجوز هذا، لا للبائع ولا للمشتري. اتقوا الله يا عباد الله، ما يجوز هذا. نعم، انتهى.